خلينا نروح الاخبار والصفحه الاولى واستمرار حبس الناشط علاء عبد الفتاح. كنا طبعا بنتمنى من المجلس العسكري وقف المحاكمات العسكريه للمدنيين. الحقيقه يعني ده كان طلب وكان طلب اساسي، ومتهيألي من حق ان اي حد مدني يتحاكم قدام القاضي. ده دي ثوره خرجت عشان فكره الكرامه الانسانيه بالزبط. والعداله. الحقيقه ان القضاء العسكري هو يعني مختص بمحاكمه العسكريين، ويمكن وضماناته أنا من حقي أن أحاكم أمام القضية الطبيعي. ده صحيح. الجزء الثاني أننا أمام حادثة دالة جدا. نحن في الوقت الذي يحاكم فيه كل المتهمين والجناة اللي هم بعضهم بيحمل رتب عسكرية أمام محاكم مدنية، نحاكم نشطاء شاركوا في الثورة أمام المحاكم العسكرية، وكأن هناك من يريد يعني أن ينال منهم، من لم يحتمل ضغطهم، من لم يحتمل يعني. الحقيقة كلام علاء قبل ما يخش التحقيقات واضح، هو يرى أن أنه مستهدف لأنه يهاجم المجلس العسكري. الآن أنت في وضع خصومة على الأقل، يعني أنت يعني في اللحظة في أكثر كمان من تهمة موجهة كمان لعلاء عبد الفتاح. دي تهم غريبة الحقيقة، تهم غريبة ولم يتم التحقيق فيها بشكل حقيقي، يعني تهمة اختطاف سلاح أو سرقة سلاح من القوات المسلحة وتحريض طب ما رحتش فتشت بيته ليه؟ يعني أبسط القواعد الدكتورة ليلى سويفت الله تبين قالت يعني طالما لو هو سرق سلاح طب مش تيجي تفتش؟ يعني لسه الدكتورة والدته لسه مضربة عن الطعام، لسه مضربة تحت إشراف أطباء. طبعا البعض يشكك لأنها مستمرة وبقوة. هي الدكتورة ليلى طوال عمرها قوية جدا، طوال عمرها ما بيننا في ميادين التحرير بشكل عام. الجزء الثاني أن الإشراف أن الأطباء يعني يشرفون على حالتها بشكل بتعطى هي الإضرابة دلوقتي بتاخد فيه الشاي ومحلول جفاف كما قالت يعني. ربنا يصبرها يا رب ويصبر كل الأمهات كمان، عشان دي حاجة تحزن بصراحة. أنا أظن أن هناك صاحب قرار عليها أن يخرج لحل مأزق. هناك رفض واضح ويتصاعد ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين. نحن في حاجة لقرار واضح لنقل هذه المحاكمات إلى قاضيهم الطبيعي. القاضي العسكري هو قاضي في النهاية يصدق عليه أحكامه، يصدق عليها قائده. ديت مش أحكام له أن يردها ولا له أن يعترض عليها، مش زي أحكام القضاء العادي. ثم أنا لي من حقي أن يعني أن أحصل على درجات التقاضي الطبيعية، وأمام قاضي طبيعي ينظر في ما أقدمه، مش بطريقة المحاكمات العسكرية بتكون مغلقة أصلا على الناس وبتبقى. هنروح للأخبار والصفحة الأولى. العربي: نبحث آلية لحماية الشعب السوري ونظام بشار يدعو لقمة عربية طارئة. يمكن احنا شفنا قرار مجلس الجامعة انا هقول لك حاجة في القرار. يوم قرار مجلس الجامعة انا بحب اتابع ساعات الاخبارية السورية، هي قناة بس لا دي اخبارية دي عايشة في قصة تانية خالص. لا هم في اليوم ده طبعا هي الموضوع الرئيسي هو مظاهرات سوريين، هو كاميرا كلوز جدا على مجموعة من الناس بتهتف لبشار، وفي المقابل العناوين: اقباط مصر يصلون من اجل بشار. اقباط مصر يصلون يعني اللي حصل في المقطم ده كله عشان خاطر بشار؟ ازاي يعني؟ ده نموذج لشكل الاعلام. انا اعتقد ده بيعيدنا على طول اللي كان في 25 في مصر. يعني ده الحاله اللي بيتم التعامل معاها بها داخل سوريا. يمكن سوريا اوحش كمان جدا يعني الفكره. طبعا هناك هدف اصبح قرار جامعه عربيه هو قرار قطر، وهناك استهداف لحاكم قطر بشكل اساسي. الجزء الثاني ان هناك لو تابعت فيديوهات اللي كانت بتتم ضد الشعب السوري في العيد، بعضهم ذبح ضحى بك على طريقه التضحيه يعني اللي بتحصل فيديوهات مريعه. هناك نظام مصر على يعني بدلا من اصلاح نفسه من الداخل، والمشكله ان المعارضه السوريه لم تطالب باكثر من اصلاح بالمناسبه. يعني طموحاتها لم تتجاوز الاصلاح. الان هو نظام حريق يعني كانه مستمر في نفس الطريق ربما يطول الامد. هو بيراهن على تفاعلات دوليه على خطوره المنطقه التي هو موجود فيها، لان اي تدخل في هذه المنطقة أي محاولة سيفسر بشكل مختلف. هو بيراهن على أنه مغلق الأبواب على شعب، بس ده شعب تحرك. أنا تقديري أننا في حاجة أن النظام السوري في حاجة لمراجعة قوية لما يحدث. النظام السوري بالنسبة لي هو سقط بقتل شعبه. النظام السوري يعني من يقتل شعبه بهذه الطريقة ليس أمينا عليه ولا يجب أن يبقى الحقيقة. بس يظل لأول مرة يعني قرار الجامعة العربية أجد قرارا بهذه القوة. يعني أنا أتمنى انتصار الشعب السوري. نتمنى طبعا. طب احنا يمكن وقتنا خلص، تحب حضرتك تختار أي خبر ننهي بيه أو ممكن
هو في رئيس القضاء العسكري يكشف قائمة المتهمين في أحداث نزيله منهم عسكريين. هذا مهم جدا. منهم عسكريين. أنا الحقيقة هو قال منهم عسكريين بس لم يقل التهم الموجهة إليهم. بعض الناس سربوا كلام غريب جدا من نوعية إن هو اتسرق منهم سلاحهم وتم الاعتداء على آلياتهم العسكرية. أنا أخشى أن تكون هذه التهم لأن معنى ذلك أننا تركنا التهمة الأساسية وهي دهس المتظاهرين وحكمناهم على الإخلال بواجبات عملهم العسكري أو الإخلال بأنهم يكملوا هذه المهمة. أنا أرجو أن الرئيس القضاء العسكري يصدر بيانا ليوضح يعني إذا كنا أمام محاكمات تبتغي العدل والحق وأن القضاء العسكري مستقل استقلال كامل مثلما يقول رئيس القضاء العسكري فعليها أن يقول للمجتمع اللي هو طرف أساسي في هذه هو طبعا عليه أن يتنحى عن نظر القضية أصلا لأنه طرف بس إذا أصرف عليه أن يقول للمجتمع اللي هو سقط منه 24 شهيد أنه أنت بتحكم الناس دي على تهم إيه؟ مين هم دول وبتحكمهم على إيه؟ وهل هناك بتحكمهم على أنهم قتلوا ولا لمجرد سرقة الآليات؟ وهل بتحكمهم وامتداد هذه المحاكمات وصل لغاية لفين؟ يعني هل ستحاكم الأفراد اللي عملوا كده ولا من أعطى الأوامر؟ يعني لدينا هذا المجتمع من حق أن يعرف تفاصيل ده جريمة كبرى. أنا تقديري أنها من أكبر ما حدث خلال السنة دي وربما خلال سنوات كثيرة فعلينا هم أكثر من يوم 25 و28 كمان يعني أنا هو دهس مصر كانت في حالة حرجة اليوم إذا كنا بنتكلم على دهس المتظاهرين بالمدرعات فهناك دهس المتظاهرين إذا كنا بنتكلم على إطلاق رصاص فهناك إطلاق رصاص. أنا علينا أن تكون المسألة بأكثر وضوحا من ذلك. بنتمنى طبعا يا فندم. أستاذ خالد البلشي رئيس تحرير جريدة البديل الإلكتروني بنشكر حضرتك جدا على وجودك معنا النهاردة. وخلينا نروح لتقرير هو أقامت الجامعة الأمريكية بالتحرير مؤتمر حول مراقبة الانتخابات بحضور عدد من الشخصيات التي شاركت في عملية مراقبة الانتخابات من قبل. تعالوا نروح كمان نهارك سعيد كانت موجودة هناك فتفضل.